نعم أستاذ أحمد، أنا أعتقد المشكلة عندنا بشكل عام كعرب عندما ننظر هذه القضية، عندما نرى شعبية نتنياهو المنهارة والمتهاوية داخل إسرائيل، نتصور وكأن الإسرائيليين فجأة سيصبحون رافضين للحرب على حزب الله ورافضين لإعطاء شو اسمه منع الفلسطينيين من حقوقهم وإلى آخره. هذا الكلام غير صحيح. ربما الإسرائيليين رافضين نتنياهو لأنهم يشعرون بغير جدير بقيادة معركة حزب الله القادمة أو المعركة مع حزب الله القادمة، بمعنى أن هناك قناعة متزايدة في داخل إسرائيل، إن كان على مستوى النخب السياسية أو على مستوى النخب العسكرية أو حتى على مستوى الرأي العام، تقول بأننا لا يمكن أن نعيش في ظل تهديد آخر أو تهديد 7 أكتوبر أخرى ممكن أن تحدث في أي وقت من قبل حزب الله هذه المرة. يعني إذا كنا قد قضينا على احتمالات 7 أكتوبر أخرى تأتينا من غزة بدخول رفح أو عدم دخول رفح، هذه المرة ستبقى 7 أكتوبر موجودة في الذهن من الشمال من حزب الله طالما حزب الله باقي. فبالتالي سواء بقي نتنياهو بعد رفح أو لم يبقى، باعتقادي أن معركة حزب الله قادمة قادمة، وهذا ما يفكر الإيرانيين في محاولة تجنبه. طبعا إذا حصلت تسويات وحصلت، لأن الفرنسيين ما زالوا يلحون على فكرة تطبيق الاتفاق القديم الذي ينص على انسحاب حزب الله طوعيا حوالي، لا أعرف ما أذكر بالضبط، كذا كيلومتر من خط الحدود، وتسلم هذه المنطقة للجيش اللبناني وتكون الجيش اللبناني هو الضامن بضمانة دولية فرنسية إلى آخره. هذه الرؤية الفرنسية حتى الآن مرفوضة من قبل إسرائيل لأنهم لا يثقون بأن حزب الله سينفذها فعلا، طيب. خصوصا قوات الرضوان وقدرتها على التغلغل في الجنوب، ومنطقة هذه تعتبر منطقة حاضنة طبيعية لهم إلى آخره. فبالتالي أنا لا أعتقد بأن معركة لبنان بعيدة، هي كلها يعني إحنا نشهد نهاية مأساة وربما بداية مأساة جديدة أخرى. جنبنا المنطقة، جنبنا وإياكم والمنطقة هذه المآسي المستمرة للأسف الشديد.